النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. قاد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للدور الثاني بمونديال البرازيل بعدما سجل له هدف المباراة الوحيدة من المنتخب الإيراني في الوقت الإضافي للمباراة، ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة. سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على لقاء المنتخبين الألماني والغاني ضمن مباريات المجموعة السابعة، ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، فيما خطف المنتخب الغاني أول نقطة له في مونديال البرازيل. فجر المنتخب النيجيري مفاجأة كبيرة بعد فوز الهام على منتخب البوسنة بهدف دون رد، وسجل اللاعب بيتر أوبامانجي هدف نيجيريا الوحيد ليرفع رصيد بلاده إلى 4 نقاط. عادل اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزا الرقم القياسي للبرازيلي رونالدو كأكثر اللاعبين تسجيل الأهداف في المونديال بعد إحراز هدفه 15 في تاريخ مشاركاته مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم، وسجل كلوزا هدف بلاده الثاني في مرمى المنتخب الغاني. أخيرا أعلن طبيب المنتخب الإيطالي أن لاعب الوسط دانييل دي روسي من المرجح أن يغيب عن لقاء منتخب بلاده المرتقب مع أوروغواي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة بسبب الإصابة، وعانى اللاعب من ألم في ساقه بعد نهاية مباراة كوستاريكا. نهاية نشرة رياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.